بالنسبه للقفا او السكينجبير ولا القهوه كحله او اللي كيقول لك كتزيد تنقص الوزن، ماشي كتنقص الوزن. بحال دابا الا خدينا كافي نوار، كافي نوار كطلع الميتابوليزم. دونك مثلا انا شربت قهوه القلب ديالي كيضرب اكثر، دونك كنضعف. واش فهمتي؟ يعني الميتابوليزم ديالي طلع، لو كور ديالي كيحرق اكثر. دونك انا عوض من نلعب على لو كور ديالي هكا ونطلع لي الميتابوليزم بهذه الطريقه، لا، ننظم حياتي، ننظم الماكله ديالي، ونلقى راسي كنضعف بطريقه صحيه. الرياضه مع انقاص الوزن، ملي كنقولوا رياضه، انا بالنسبه ليا اللي انقاص الوزن هو المشي. دونك ما كايناش شي رياضه اخرى غادي تنقص الوزن قد لان الواحد يتمشى الله يجعل ليه نص ساعه في النهار. دونك كتبقى الطريقه ديال المشي وان الواحد يبقى مواظب عليها كتعطيه نتيجه. مي ماشي ضروري انا ندير شي سبور اللي هو صعيب عليا بزاف باش نقص الوزن، بالعكس كنلقى راسي ما كنضعفش هكاك.